ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القرآن الكريم يرى أن العزة لله جميعا، وإنما عزة رسول الله من عزة الله، حينما استند إلى الله واعتمد على الله وتوكل على الله وامتنع بالله صار عزيزا. والمؤمنون عزتهم من عزة الله، فبقدر الارتباط بالله يكون الإنسان عزيزا. لهذا الإسلام لا يسمح للمسلم أن يذل نفسه أو يهينها. البعض يقول هذا كيف أنف روحي؟ لا، ما يقبل الإسلام. نموذج: لباس الشهرة مما حرمه الفقهاء على رأي الكثير، وهو الذي إذا لبسه الإنسان صار مهانا، أضحوكا، محل استهزاء. لا يسمح الإسلام للمؤمن أن يهين نفسه. ونحن نعيش أيام ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، اخترت أن يكون الحديث حول وصية من النبي الكريم صلى الله عليه وآله لعلي، وهي للجميع، ترتبط بتجنب إهانة النفس. يا علي، ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. يعني هم أوقعوا نفسه في المهانة، ليس بمعنى أن الآخر يحل له أن يهين هذا الإنسان، لا، المؤمن لا يهان. لكن أيها المؤمن، أنت بإيقاعك نفسك في هذا الموضع تسببت لنفسك في الإهانة، فلم نفسك. فما هي هذه المواطن الثمانية التي الإنسان إذا ارتكبها عرض نفسه للإهانة؟ واحد: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها. وين بتروحون؟ والله معزومين عند فلان. وياكم، إياكم، هذا الرجل يمكن حاسب حسبته بعدد معين، فأنت لما تدخل عليه بدون عزيمة ما تلاقي حشيمة، على قولة المثل البحراني، ها؟ من راح بلا عزيمة قعد بلا حشيمة. هذا أصلها رواية، أصل هذه الرواية: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليه. هذا واحد. اثنين: والمتأمر على رب البيت. انزل ضيف عند واحد ويتأمر عليه، بيصبر عليه، بيصبر. قد بعض الأحيان يقول قوم الله وياك، روح فارقنا. فقد يتعرض الإنسان إلى المهانة بهذا السبب. المورد الثالث: وطالب الخير من أعدائه. ما دامت العلاقة علاقة عداوة، فالمتوقع أن العدو يريد أن ينالك منه سوء وليس خيرا، بالتالي الذي يتوقع الخير من عدوه ويطلب ذلك ويلتمس ذلك سيستغل عدوه الفرصة ليهينه ويطرده، فيعرض نفسه للمهانة. الأمر الآخر: وطالب الفضل من اللئام. الشاعر يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم يقابل الإحسان بالإساءة، فكيف إذا أنت ما أحسنت لو تتوقع منه فضل؟ لن يكون منه إلا ما يناسبه، كل يعمل على شاكلته، فاللئيم لن يصدر منه فضل بل لؤم. فالذي يطلب فضلا من لئيم عرض نفسه للمهانة. هذا مورد آخر ذكرته الرواية. المورد الآخر قال: والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه. ماخذين روحهم جانب يسولفون: وش صاير؟ وش عندكم؟ لا وين؟ هذا يقول له: مو شغلك، عيب التطفل، ليش الفضول؟ فيحصل ما يهينه. تجد ناس ما يقدر، هو هني ودون هناك، وإذا شافني يسوف هناك ركز، شغل، ما اتقرب، سأل، ما دخلوك، ما ابتعدا إلا وهما لا يريدان أن تسمع أن تعرف.
فالذي يتدخل في أسرار الآخرين ويحاول أن يقحم نفسه فيما لا يريد الآخرون أن يطلعوه على ما يريدون أن يقولوا، هذا الإنسان يعرض نفسه للمهانة. أيضا قال والمستخف بالسلطان. المستخف بالسلطان، احنا عندنا حاكم عادل مثل علي بن أبي طالب، هذا الإنسان النموذج الكامل، هو رئيس دولة وهو على منبره ويقوم له واحد يقول كافر ما أفقها، يقومون بيضربونه، يقول سب بسب أو عفو عن ذلك. كل سلطان مثل علي بن أبي طالب؟ لا. يعني يوم من الأيام أحد الخلفاء الأعلو العباسيين نزل طير شال بيرميه، طير مني ورمي مني، ما عنده مهارة، فواحد من الحضور من المتملقي قال لي أحسنت أحسنت، وين أحسن الضربة مني والطير مني، وين أحسن؟ فعرش يعني شعر أن هذا يستهزئ به، قال أتستهزئ بي؟ أحسنت تشوني أنا ما رميت صح؟ تخيل الحين هو يريد يتملق، مع ذلك راسه على خطر، لو ما الله نجاه جت فكرة في راسه نجا بها، قال لي لقد أحسنت للطير إذ لم تصبه، مو أحسنت في الرمي، أحسنت للطير يوم جنبت القتل. راكب السلطان، يقولون صاحب السلطان كراكب الأسد، شلون راكب الأسد؟ راكب الأسد الناس يقول طالع فوق الأسد، وهو يدري أن الأسد أي لحظة يفترسه، فاللي يروح يا السلطان ما يدري وإيش يرضي السلطان، يوم بيرضيه هو ما يدري، ساعات يقول كلمة تودي في داهية، مو بعد تستهزئ بسلطان عنده القوة والبطش وما عنده تقوى ولا ورع. فالذي يستخف بالسلطان قد يعرض نفسه لإهانة ومهانة وضرب وتعذيب وما إلى ذلك. فالإسلام يقول له ما أريد منك هذا. بعد والجالس في مجلس ليس له بأهل، جاء وتصدر المجلس وهو أحمق لا حكمة لا خبرة لا علم، ورط نفسه لولا مثل ساعات البعض يتقدم في مصالحات، مصالحة بين قبيلته ما يفهم أو يتدخل، يعني يريد أن يصلح يفسد، أو الموضوع يتطلب شخص عنده خبرة أكبر منك، ليش تورط روحك ويقولك تفضل ما تعرف كلمتين؟ فهذا الإنسان الذي يضع نفسه في غير موضعه يرجى منه من قبل الآخرين أن يقوم بالدور ولكنه غير قادر فيهين نفسه. هذا أيضا مورد قبل الأخير. المورد الأخير والمقبل بالحديث على ما لا على من لا يسمع منه. تخيل روحك تتكلم واحد وهو غايب شايل هذا حاط كذي وكلم يداك، تقول لي صار القضية كذي، ويقول فلان جيب ماي، تقول لي اسمعني عاد، وتريد تقول إن شاء الله ورد يغاور عنك فيه، أنت تشعر بالمهانة ولا؟ فالشخص الذي لا يعطيك مسامعه حينما تتكلم معه حينئذ ستجد نفسك في موضع لا تحصل عليه. ساعات تكلم هذا تشوف له غاور وصاله في غيرك، تفلت قصتك مت على هذا وهذا غاور، تقول ضايع بين هذا لين ما حد يحشمني ما حد يسمعني. فإذا أردت أن تتكلم فتكلم لمن يعطيك سمع يتفرغ لك، عندنا في الأدب حسن الاستماع من الأدب، لكن مو كل واحد عنده الأدب. فالذي يتكلم مع من لا يسمع له يهين نفسه. إذا هذه ثمانية مواطن كلها الإنسان باختياره يقوم بها، ونتيجتها أنك تحصل على مهانة. تريد أن لا تهان جنب نفسك هذه المواطن الثمانية. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.